الشاهد مصطفى بكري مؤرخ أمين للأحداث التي شهدتها مصر. ويا هولة ما رأيت، شالوا اسمه من على الكرسي وقعدوا على الكرسي وحطوه في، فظل واقف يدور على كرسي الاتحادية. فمرسي راح مكلم الفريق أولى في تأسيس، هو الجيش نزل الوضع على كل قيادات الجيش بالظبط، ويلبسوهم ميليشياتهم تلبس ملابس جيش وتتعامل بهذا الشكل. أول مرة المصريين يهتفوا يسكت يسكت حكم المرشد. أخذوا عهد من المرشد إنه مفيش حد هيتكلم. كان الهتاف الوحيد اللي بيجلجل انزل يا سيسي انت رئيسي. هناك رغبة ألا يصل الوضع إلى مرحلة الصدام والقتال الأهلي. هنا الإشارة إن نجيبهم لك في شكارة. في بداية حكمهم بدأت مبكرا فكرة اللعب في سيناء، فثار بعض مشايخ سيناء، فالإخوان عملوا لهم لقاء مع مرسي، قالوا مش أنا ده الفريق فتح سيسي، وكان ده في نوع من التحريض على الجيش. مش أنا. الكل يعرف من هم الإخوان وأفكارهم ومواقفهم وأعدائهم للدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة. الشاهد مع محمد الباز، الجزء الأول، الليلة 11:00 مساء على إكسترا نيوز.